في البداية الله يعطيكم العافية، حابة أشكر صراحة نقابة المهندسين والفريق القائم على هذا اليوم العلمي في التخطيط الحضري والتصميم، وشكراً لدعوة بنيابة عن وزارة الإدارة المحلية للمشاركة في هذا اليوم العلمي. عنوان الورقة البحثية اليوم: دور وزارة الإدارة المحلية بالتخطيط المستدام للمجاورة السكنية. هلأ في البداية حتى نستطيع أنه نربط يعني ربط واقعي ما بين عنوان الورقة ووزارة الإدارة المحلية، حبيت أني أعرف وزارة الإدارة المحلية من خلال المهام الموكلة إليها، وحتى يتشكل في أذهاننا تصور إجرائي عن وزارة الإدارة المحلية. باختصار، مهامها بشكل عاجل إعداد السياسة العامة للإدارة المحلية، تعزيز الدور التنموي للإدارات المحلية، تمكين البلديات ومجالس المحافظات من أعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، أيضاً إعداد خطط بناء القدرات للعاملين في وزارة الإدارة المحلية، والرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية، وتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهذا طبعاً حتى يحقق الرؤية لوزارة الإدارة المحلية بأن تكون وزارة ذكية قادرة على تحقيق التنمية المحلية الشاملة. تنمية محلية شاملة يعني أن نبدأ بالتخطيط الحضري المستدام. ماذا نعني بالتخطيط الحضري المستدام؟ طبعاً التخطيط ضمن مهامنا الفنية والإدارية في الوزارة يعني تطبيق لنظريات الاستدامة والمرونة وأدوات القياس والتقييم والمتابعة في تصميم وإدارة وتشغيل المجتمعات الحضرية. كلنا بنعرف أن التخطيط المستدام أصبح تجربة حديثة على مستوى العالم، وحتى إحنا نحقق قيمنا الجوهرية سواء كان من جودة وإتقان أو تكافؤ الفرص أو الاستدامة، كان لازم أنه نتبع هذا النهج الاستباقي في إدارة الخطط ببعدها العمراني لتحقيق الهدف الأسمى من التخطيط العمراني في المحافظة على البيئة، على الموارد الطبيعية، وحفظ حق أجيالنا القادمة في الموارد الطبيعية. هلأ إلى المجاورة السكنية. طبعاً إحنا المملكة مقسمة إلى الأقاليم والمحافظات، وعنا الألوية وننزل فيها إلى البلديات والمناطق حتى نصل إلى أصغر وحدة جغرافية إدارية على مستوى المملكة اللي إحنا بنسميها المجاورة السكنية أو بلغتنا العامة الحي أو الحارة. يعني هلأ الوحدة المجاورة السكنية عرفناها بأنها وحدة سكنية محددة المعالم لها اكتفاء وقوة ذاتية تكفل إنشاء وحدة اجتماعية بين سكانها بجانب توافر الشروط الضرورية في الوسط السكني حتى تقاوم التفتت الاجتماعي في المدينة. طبعاً لو إحنا اهتمينا بالتخطيط على المستوى المحلي على مستوى المجاورة السكنية، هذا بيضمن لنا الخصوصية، بيضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتكافل اجتماعي أكثر، بالتالي بننشئ مجتمع آمن قوي وذو منع. الآن ما هو دور وزارة الإدارة المحلية بالتخطيط المستدام للمجاورات السكنية؟ قامت وزارة الإدارة المحلية في الآونة الأخيرة بتعديلات جذرية وبعضها إصلاحية على مستوى سواء كان السياسة، القانون أو النظام، والتي أسست لمفهوم الإدارة المحلية حتى نستطيع تحقيق متطلبات المجتمع المعاصر وبنفس الوقت المحافظة على الأصالة وهوية المجتمع الأردني. أول ما قامت به على مستوى السياسة هي السياسة الحضرية الوطنية الأردنية. ماذا نعني بالسياسة الحضرية؟ هي مجموعة مترابطة من القرارات طبعاً تقودها الحكومة، وهدفها تعزيز تنمية حضرية أكثر تحولاً وإنتاجاً وشمولاً ومنعة على المدى الطويل.
طبعا تم إعداد هذه السياسة عن طريق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اللي هو الموئل أو تعرف باليو أن هابيتات، بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية وكافة طبعا الوزارات الأخرى. في 16 أيار لهذا العام تم اجتماع اللجنة التوجيهية في وزارة الإدارة المحلية، طبعاً هذه اللجنة مشكلة من رئاسة الوزراء حتى يتم اعتماد والمصادقة على السياسة الحضرية الوطنية، والآن هي في رئاسة الوزراء بصدد نشرها إن شاء الله في الجريدة الرسمية. أيضاً قامت وزارة الإدارة المحلية بتعديل قانون الإدارة المحلية وبنفاذ هذا القانون، طبعاً هو عام 2021، ألغى قانون البلديات وقانون اللامركزية وأصبح هو المظلة التشريعية الإدارية لأعمال وزارة الإدارة المحلية. كانت طبعاً هاي التعديلات إما إنها جذرية بتشمل بتغيير مسمى الوزارة أو تعديل النظام الإداري حتى إحنا نحقق مفهوم الإدارة المحلية على أو من خلال الوحدات الإدارية سواء كانت المتوسطة أو الصغيرة. وطبعاً تم تحديد المجالس وآليات تشكيلها تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية، وهذا الشيء بيساعدنا حتى إنه إحنا نوحد المرجع، منزيد من السقوف المالية وتراكم في إنتاج مفهوم التنمية المستدامة وتحقيقها على أرض الواقع. أوردت في هذا العرض بعض البنود مأخوذة من متن القانون بما تتعلق بموضوع المجاورة السكنية. في عندنا مثلا في المادة 15 راح نقرأ البنود فقط المتعلقة بموضوعنا، أصبحت من مهام وصلاحيات المجلس البلدي التخطيط الحضري والعمراني للبلدية واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع. أيضا كان لها أو من مهامها هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها أو المضرة بالصحة، كذلك أي عقار يسيء للمنظر، معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي عقار مسيئا للمنظر، وكل هذا حتى يضمن سلامة المشهد العام. أيضا قامت الوزارة بتعديلات على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى بسنة 2022، وحكينا طبعا سابقا زملائنا عن موضوع جائحة كورونا قديش يعني هي خلتنا نعمل تركيز أكثر على موضوع الخدمات المحلية، أو أن يكون يعني مش على المستوى المجاور السكني إنه بيتنا هو أهم جزء في حياتنا. شفنا قديش إحنا بحاجة لمساحات خضراء، شفنا إحنا بحاجة قديش إنه يكون في محلات تجارية قريبة بتخدم كل يعني كافة الحارة بدون ما نضطر زي ما حكوا إخواننا إلى استخدام السيارة. من ضمن التعديلات اللي جاءت وتخص هذا الموضوع، ويمكن يكون هو جواب لأحد المداخلات إنه شو كان من ضمن التعديلات على الأنظمة، أولاً مثلاً سمحوا بإقامة المستشفيات والمدارس والفنادق ضمن المناطق السكنية، لكن طبعاً بشروط تضمن حق المجاورين. أيضاً كان في عنا زيادة في نوع الخدمات المحلية المقدمة ضمن المناطق السكنية على المستوى المحلي للمجاورة السكنية، مثل الصيدليات، محطات المياه ومحلات بيع الزهور وعيادة الطبيب، كلها مذكورة في المادة 5 من نظام الأبنية. أيضا سمحوا بممارسة الأعمال من المنزل مثل الترجمة والطباعة وطبعا حتى التسويق على الأونلاين والإنترنت، معجنات، حلويات، أي شيء يعني، وهذا طبعا حقيقة بيزيد من التكافل الاجتماعي بين الجيران. أيضا كان بخصوص المواقف، كان من التعديلات التنظيمية في نظام الأبنية تشديد على المواقف. أول شيء منعوا دفع البدل، خلص صار إجباري إنه الواحد يأمن الموقف لأي بناء قائم. طبعاً القديم كان إشي تحصيل حاصل فما قدروا يعني يتحكموا بالموضوع، ولكن هلا يجب تأمين هذه المواقف. إذا اضطر المستثمر أو صاحب العقار وما شاف إنه في مساحة البناء أو مساحة الأرض كافية لتأمين المواقف، سمحوا بتأمينها بقطعة مجاورة أو قطعة مقابلة.
كمان أعطوا فرصة أو حافز بأنه ممكن استغلال الطابق الأرضي كمواقف بدون أن يحتسب من ضمن الارتفاع، وهي تعتبر حافز حتى أنه نقدر نأمن المواقف. أيضاً ترخيص زي ما حكينا العيادات أو رياض الأطفال كلهم سمحوا فيها ضمن المناطق السكنية حتى نستطيع أنه نأمن مجتمع كامل بخدماته جميعها. وكان هناك أيضاً لوزارة الإدارة المحلية مساهمة بالتحول نحو المباني الخضراء عن طريق وضع بعض الحوافز والتسهيلات في المادة 23 من النظام، بزيادة النسبة المئوية المقررة، زيادة الطابق عن الطوابق المقررة في هذا النظام، طبعاً باستثناء السكن الخاص محدود الارتفاع بظل له خصوصيته، تستوفى ما نسبة أيضاً 50% من رسوم رخص البناء، هذه لكل بناء مطابق لكودات المجلس البناء الوطني للأبنية الخضراء. رابعاً، قامت أيضاً وزارة الإدارة المحلية بتحديث خارطة استعمالات الأراضي والمناط بها. راح أستعجل في الشرع عنها لأن هاي الخارطة تعنى طبعاً بتصنيف التربة، بتحديد المناطق الزراعية حتى نستطيع توجيه محاور التكثيف نحو الأراضي غير الزراعية. لو إحنا استطعنا التقيد بهذه الخارطة بحيث أنه نطبق الاستعمالات المسموحة في كل تصنيف، هذا الإشي بخلينا نحافظ على الأراضي الزراعية، الموارد الطبيعية، نزيد من الرقعة الخضراء وعدم تداخل في الاستعمالات التنظيمية. كانت طبعاً الخارطة الزراعية بعام 2007 قاموا فيها إخواننا وزملائنا، ويمكن مهندس محمد عناب واحد من الإخوان اللي قام اشتغل فيها الله يعطيهم العافية، ولكن نظراً للمستجدات التي ظهرت في واقعنا الحالي ومما تضطر إلى تغيير المشهد العام، كان لابد من تحديث هذه الخارطة بحيث أنه تم إعادة التصنيف وإعادة المنهجية بشكل عام للخارطة. أصبحت فقط من 4 تصنيفات: أراضي الزراعية أو المعتدلة أو أراضي واسعة الاستعمال والغابات، وتم تحديد فيها مناطق التوسع الحضري. ما بعرف ظل معي وقت إني أقرأ التحديات والتوصيات بشكل سريع. من ضمن التحديات اللي واجهتنا في وزارة الإدارة المحلية بالذات مديرية التخطيط الشمولي، عدم وجود مخططات شمولية سابقة، ولو إحنا قدرنا بتوفير مسوحات ميدانية وقواعد بيانات مكانية ترصد الواقع لكان عنا أسهل من بإعداد هذه المخططات. الزحف العمراني والعشوائي على حساب الأراضي الزراعية، وحكينا أنه تحديث خارطة استعمالات الأراضي هذه من أهم المحاور حتى نستطيع نحد من هذا الزحف العمراني العشوائي. تدهور البيئة العمرانية وتداخل استخدامات الأراضي، حقيقة لو نفعل العمل بالأنظمة سواء كان نظام الأبنية أو نظام استعمالات الأراضي، ممكن أنه إحنا نقدر نحد من تدهور هذه البيئة العمرانية. زيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات البيئية القائمة، يجب أن نقوم بتحليل واقع الحال وتحديد نقاط ساخنة، أو أنه يعني نستحدث بدائل مقبولة اقتصادياً وبيئياً بتشجع على التخفيف على هاي البناء التحتية، أو إنه من غياب فرص العمل بكثير من المجتمعات المحلية على مستوى الأحياء، يجب أن يكون هناك تدريب وتأهيل وتأمين فرص العمل من المنزل وكسر حاجز العيب الموجود أو ثقافة العيب اللي هي موجودة عندنا في طبيعة عملنا. الكثافة المتزايدة للسكان في المناطق الحضرية والريفية، يجب أن يكون هناك زيادة في تأمين حاجة السكن من خلال إما القروض الميسرة، طرح الشراكات الناتجة على المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز نشأة شركات التطوير العقاري. غياب خطط الانتفاع من أراضي الفراغ وأراضي الخزينة، وهي كمان أثروها زملائنا قبل بالعرض السابق عن هاي المساحات، لو إحنا نقدر نستغل الأراضي الخزينة أو أي أرض فاضية بدنا نحولها إلى حدائق أو مناطق ترفيهية بتفيد الأطفالنا في الأحياء السكنية. والله يعطيكم العافية. شكراً مهندسة إيمان.